نعم، في ناس يزعمون التواضع ولا يتطهرون من النجاسات، لأن هذا عندهم من باب التواضع، وهذا تشبه بالنصارى، لأن التشبه بالنصارى، نعم، لأنهم لا يتطهرون من النجاسات بزعمهم أن هذا من التواضع. ومن وغلا بقوم في النجاسات حتى حذروا منها حتى رموا بالوسواس. اليهود يغلون في الطهارة حتى إنهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسة، ما يغسلونها، يشقونها من الثوب، هذا غلو والعياذ بالله. فشوف الفرق بين اليهود والنصارى في النجاسة، ويشبههم ناس من هذه الأمة من الصوفية وغيرهم، بعضهم يغلو في تعبد بالنجاسة ولا يتجنبها، وبعضهم يوسوس ويتشدد في أمر النجاسة، والوسط هو الاعتدال والخير. النجاسة تغسل ويطهر الثوب يعني بعد أن كان نجسا، ولا يجوز أن تصلي بثوب النجس وأنت تقدر على تطهيره، ولا أن تصلي في بقعة نجسة وأنت تقدر على تطهيرها أو الافتراش عليها. فلا يجوز التساهل في أمر النجاسة، ولا يجوز الغلو فيها بحيث يصاب الإنسان بالوسواس. كل شيء نجس، كل شيء ما يطهر، هذا وسواس من الشيطان. نعم.